سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي لما فات عند جده النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ كان معه 90,000 واحد. دولة الأشباح. شو يعني دولة الأشباح؟ دولة الأولياء وراء الشيخ أحمد الرفاعي. ومين كان معهم؟ عبد القادر الجيلاني. الله أكبر، 90,000 واحد شيخ. فات سيدنا أحمد الرفاعي إلى الحجرة النبوية، شو قال؟ قال السلام عليك يا جدي يا رسول الله. فسمع صوت النبي من القبر عم بيقول له وعليك السلام يا ولدي. الله الله، شو صار فيه الإمام أحمد؟ فرط. إمام أحمد وما أدراك، أبو العلمين شيخ العريجاء، وقع على الأرض عركيكيبه. شو صار يقول؟ قال يا جدي يا رسول الله في حالة البعد روحي كنت أرسلها. الله الله، قال له في حال البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، يعني بتنوب عني يا رسول الله. وها هي دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج يده المباركة من القبر، 90,000 واحد عم بيشوف، ثم قبلها الإمام أحمد الرفاعي وصار يبكي. هون هون اللي بدي أوصل له، شو قال؟ اسمع النبي عليه الصلاة والسلام شو قال له بعد ذلك. قال له قم، النبي عم بيقول له قم، فإني آخذ بيدك ويد أتباعك إلى يوم القيامة. راح الإمام أحمد نام. في تلك الليلة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال له أنت، النبي عم بيقول له، قال له أنت وجه لا يخزيه الله أبدا بأتباعه يوم القيامة.